التفت لي، خصوصا اذا اضفنا عليها نظريه فرويد في الوعي ولا الوعي او الشعور ولا شعور. اهم ركن من اركان نظريه فرويد هذا المعنى، علم الاديان فرويد مولانا، ان اعظم اكتشاف لفرويد كان في كشفه ماذا؟ منطقة اللاوعي اللي هي التي تسيطر على وجود الانسان وتحكم ماذا؟ كل اختياراته وتصرفاته، وهو يتصور انه حر او ليس بحر، هو يتصور انه حر ولكن هذا وهم، لانه محكوم بماذا؟ محكوم بمنظومة المعارف التي تربى عليها وعلم وإلى آخره، حيث أضاف بعدا جديدا لحقيقة الإنسان لم يكن معروفا، ولعل اكتشافه منطقة اللاوعي أو اللا شعور التي تجمع الغرائز هي تحديد دقيق إلى آخره، هي التي تحرك ما. وأنا بودي إذا أمكن شوفوا انظروا أعزائي، إذا تذكرون فيما سبق قلنا هاي منطقة الوعي، اللاوعي إيش قد حجمها؟ قلنا 90% 95%، ومنطقة الأنا الشعور أو الوعي ما هي؟ 5%. انظروا مولانا، هذه كلها منطقة اللاوعي، ها؟ هاي منطقة الوعي، هاي صغير، فهو الذي يحرك هاي منه؟ الذي يحرك هاي منطقة الوعي منه؟ هذه، ولكن هو يلتفت او لا يلتفت، يقول انا بقناعاتي، قناعاته منين متشكله؟ متشكله من هذه، هذه 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 اللاوعي منين متشكله مولانا؟ من البيئه والتعليم والتربيه والاستاذ والصديق والعائله والمدرسه و خصوصا اذا ادخلنا نظريات ابن خلدون، البيئه الجغرافيه والى غير ذلك.